مرة أخرى ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، هل تسمعني بوضوح؟ ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. الصوت واضح؟ أهلا بيك، أهلا بيك يا دكتور كريم، الصوت واضح. وكنت أتساءل عن عناوين رئيسية يخرج بها هذا المنتدى، وهو السلام والتنمية والإبداع. كيف يمكن أن نخرج بإجراءات فاعلة وتوصيات نستطيع من خلالها خدمة دول العالم لما هو أفضل للأجيال القادمة؟ طبعا بالفعل حدث وفعالية دولية كبيرة فيها ممثلين لعدد كبير من دول العالم، ليس فقط على مستوى المسؤولين، ولكن يمكن هنا المهم والجديد في هذا الحدث أنه هو على مستوى الشباب. فئة الشباب هي فئة كبيرة من فئة الدولة المصرية وأيضا في القارة الأفريقية. يمكن احنا كأفارقة 60% من عدد سكان شباب، وبالتالي يعني يمكن الاهتمام بالشباب وبدورهم وان هم يبتدوا يشاركوا بالفعل، ليس فقط كحضور ومتفرج، ولكن حتى يعني في عمل ورش عملي وندوات وفعاليات تناقش قضايا واجهت العالم في الفترة الأخيرة. أيضا بيصاحب في تلك الفعالية الكبرى الدولية أيضا أن بيكون في توصيات من الشباب، وبيكون هم شباب متخصصين في المجالات المختلفة، بيطرحوا توصيات. وما نقدرش ننكر أن يعني كان في توصيات تم تنفيذها في المؤتمرات اللي فاتت. يعني احنا يمكن على سبيل المثال كان إطلاق مبادرة أفريقيا إحدى التوصيات السابقة، أيضا كان إطلاق مبادرة القرصنه الرقميه والمعلومات شديده الحساسيه، كان احدى المبادرات السابقه، وتمكين المراه اقتصاديا وقيام انشاء اكاديميه وطنيه للتدريب في مصر، الاكاديميه الوطنيه للشباب. دي كلها كانت بتبقى يعني توصيات الشباب، وبالتالي الشباب اصبح مشارك بقوه في مصر، وده انعكس على وجود حدث هي كبرى زي منتدى شباب العالم. كمان يمكن من البعض يعني نتساءل ان وجود حدث بهذه القوه وبهذه التخطيط الدولي ده ممكن تكون ليه مكاسب على الدوله المصريه. طبعا بالفعل هيكون ليه مكاسب سياسيه وثقافيه وايضا حتى مكاسب اقتصاديه، لان احنا هنا بنتحدث عن احدى الانماط الجديده والحديثه للسياحه في احدى المؤتمرات والمعارض. طبعا منتدى شباب العالم هو الركن الاساسي ليها، ودي رساله سلام بيتم ارسالها. نعم، إذا الأثار على كافة المستويات، أثار إيجابية على كافة المستويات، والصورة المشرفة التي تخرج بها مصر للعالم وأيضا تقود شباب العالم في الكثير من القضايا الفاعلة. دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، جزيل الشكر لحضرتك.